بدنا نعلي شان يا ناس سوداننا نادانا بلدنا نعلي شان يا ناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا محمد مامون والليلة رجعت لكم بالجزء الثاني من حلقة الخرطوم العاصمة المثلثة. الليلة حتكلم عن أم درمان وحتكلم عن بحري. أم درمان تعتبر العاصمة الوطنية في ولاية الخرطوم. مدينة أم درمان هي أكبر مدينة في السودان وتشكل جزء كبير من ولاية الخرطوم عاصمة البلاد. تقع على طول الضفة الغربية لكل من نهر النيل والنيل الأبيض وقبالة مدينة الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري زي ما شايفين هنا في الخريطة. وكان عدد سكانها في سنة 2012 2,758,401 نسمة ومساحتها 4,948 كيلومتر مربع ومشهورة باسم أم در. وتوجد في أم درمان الاستوديوهات الرئيسية للتلفزيون وإذاعة السودان الرسميين، وفيها مبنى البرلمان والمستشفى العسكري وقاعدة ومطار وادي سيدنا العسكري ومسجد النيلان وقصر الشباب والأطفال. ويقع في جنوب أم درمان مطار الخرطوم الدولي الجديد قيد الإنشاء، وفيها أهم الأندية الرياضية زي نادي المريخ ونادي الهلال ونادي الموردة. ومن الناحية التجارية تحتوي أم درمان على الكثير من الأسواق الكبيرة اللي بتضم مجموعة كبيرة من البضائع، وتشكل أم درمان سوق للسلع المصدرة إلى ولايات غرب السودان، وتعتبر مركز لتجارة المواشي خاصة الإبل والضان وتجارة المسوغات الذهبية والحرف اليدوية والتوابل والبقوليات. ومن أبرز الأسواق في أم درمان سوق أم درمان الكبير، ويعتبر من أعرق الأسواق في العاصمة الخرطوم، ويمتاز بالجو الشعبي اللي بضيف له نكهة خاصة، وكان ملتقى للمثقفين السودانيين والوطنيين في أثناء الاستعمار. وفيه أماكن مخصصة لبيع منتجات الصناعات اليدوية زي المجوهرات الذهبية والفضية، وفيه الخرز الإفريقي والصناعات النحاسية والمصنوعات الجلدية ومجموعة الأعمال الفنية المصنوعة من المواد المحلية زي العاج والأبنوس والأثاثات التقليدية زي العناقريب والبنابر، وسوق الطواقي للطواقي والكوفيات التقليدية والعمم، ومحلات الدباغة الجلدية، وسوق الخضر والفواكه، ومحلات الحرفيين الفيها صناعة الأحزمة والأحذية والمنتجات الجلدية من جلود التماسيح والثعابين الكبيرة. السوق الثاني السوق الشعبي أم درمان، ويقع في الأطراف الغربية لمدينة أم درمان، وفيه الكثير من المحلات لبيع السلع الاستهلاكية بالجملة وبالتجزئة، بالإضافة لمنتجات الصناعات الصغيرة وورش الأعمال الفنية. ويوجد في السوق محطة للحافلات السفرية والشاحنات لمعظم أنحاء السودان وخاصة الشمال. السوق الثالث سوق ليبيا، وهو سوق للملابس والمنسوجات ومحلات الصاغة زي الذهب والمجوهرات ومستلزمات الأعراس زي الحنة والبخور والمباخر والإكسسوارات الفضية التقليدية والتوابل والبقوليات. وتشكل الأسواق المتجاورة في سوق ليبيا دور مهم في اقتصاد المدينة، وتعتبر معلم سياحي مهم في أم درمان. ومن أهم المعالم الصناعية في مدينة أم درمان معصر الزيوت البديرة الجمال، وتعتبر صناعة تقليدية يصل عمرها لمئات السنين وتنتج زيوت السمسم والفول. ومن أهم الصناعات اللي كانت بتتميز بها أم درمان صناعة القوارب أو المراكب، وتعتبر من أقدم الصناعات اليدوية في أم درمان بسبب موقع أم درمان بالقرب من نهر النيل خاصة في حي الموردة وأبو روف. وتعتبر صناعة الفخار من أقدم الصناعات اليدوية في أم درمان. وحاليا تتميز أم درمان بالصناعات الغذائية زي مصانع الحلوى والمياه الغازية والمياه المعدنية ومعاصر الزيوت، ومختلف الصناعات زي المنسوجات والألبسة والمطابع ودباغة الجلود وغير الكثير من المنتجات الثانية. حسا خلونا نتكلم عن السياحة في أم درمان. وتعتبر أم درمان مدينة سياحية من الطراز الأول لأنها تتميز بصناعات التقليدية، لكن أهم ما يميزها سياحيا هي حلقات الدراويش وعروض الإنشاد والمدايح النبوية اللي بتجذب السياح من مختلف الدول. ولو جينا نتكلم عن المعالم السياحية الروحية والتاريخية في أم درمان فلازم نتكلم عن
قبة المهدي اللي فيها ضريحه ومتحف بيت الخليفة، وكمان من أهم المعالم التاريخية في أم درمان الطابية وبوابة عبد القيوم، ومن أهم المعالم السياحية الدينية في أم درمان مسجد النيلان اللي يعتبر تحفة معمارية في السودان. ويوجد في أم درمان حدائق ومنتزهات كثيرة، ومن أهمها حديقة أم درمان الكبرى وحديقة الموردة وحديقة النخلة ومنتزه الريفير العائلي على شارع النيل وحديقة الملازمين وميدان المولد النبوي الشريف في وسط أم درمان. تعتبر أم درمان عاصمة الثقافة ومقر اتحاد الفنانين والموسيقيين. ومن أهم المعالم الثقافية في أم درمان المسرح القومي السوداني، واللي بيقع في شارع النيل بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي. وكان المسرح القومي المقصد الأول للمسرحيين والفنانين السودانيين والعرب والأجانب. وكمان يوجد في أم درمان مقر تلفزيون السودان القومي واستوديوهات قناة النيل الأزرق وتلفزيون ولاية الخرطوم وعدد من القنوات التلفزيونية السودانية. وارتبطت أم درمان ارتباط وثيق بالرياضة في السودان وخاصة كرة القدم، ويوجد فيها أهم الأندية الرياضية في السودان زي نادي الموردة ونادي المريخ ونادي الهلال. ارتبطت تسمية معظم أحياء أم درمان بالثورة المهدية، ولكل حي في أم درمان قصة، كمثال حي الأمراء وبيت المال والملازمين وود نوباوي وأبو روف، وما ننسى العرضة وحي العرب والعباسية والهاشماب، وكمان حي البسطة والمسالمة والعمدة، وكمان حي المكي والشهداء والهجرة. وتعتبر أحياء أم بدة والثورة والمهندسين من الأحياء الجديدة في أم درمان. وحس خلونا نتكلم عن الخرطوم بحري. سموك سر الهوى، سموك سر الهوى في بحر العلاج والداء، سموك سموك سر الهوى. تعتبر الخرطوم بحري العاصمة الصناعية في الخرطوم، وسميت ببحري لأنها تقع في الناحية الشمالية من العاصمة الخرطوم. وتعتبر الخرطوم بحري جغرافيا واسعة جدا، وتمتد شمالا حتى قرى وشلال السبلوغة. وكان التعداد السكاني في الخرطوم بحري سنة 2012 184,000 نسمة، وتبلغ مساحتها 5060 كيلومتر مربع. وهي تسخر بالعديد من المعالم السياحية زي منطقة السبلوغة السياحية ومنتجع باسقات وحديقة الحيوانات بحلة كوكو. ولأن العاصمة الصناعية فتتميز بالمجموعات الصناعية زي مجموعة أراك، مجموعة أمي فارما، مجموعة حجار، مجموعة دال ومجموعة النفادي. وفيها واحدة من أكبر محطات السكة حديد في السودان، واللي بتربط شمال السودان بجنوبه. وعرفت الخرطوم بحري بالنشاط الزراعي، ومن أهم المشاريع الزراعية فيها مشروع السلات الزراعي ومشروع السقاي، مشروع مهدي الطيب، مشروع الفتح الزراعي، ومشروع الشعب بالفكي هاشم. وتربط العديد من الجسور بالخرطوم وأم درمان زي كوبري المكنمر، كوبري النيل الأزرق، كوبري كوبر، وكوبري المنشية، وكوبري شنبات، وكوبري الحلفاية. ومن أهم المعالم في الخرطوم بحري سوق سعد قشرة للأزياء من ملابس وأحذية وإكسسوارات للنساء والرجال والأطفال، وفندق قصر الصداقة. ومن المعالم الأثرية في الخرطوم بحري قبب شيوخ الصوفية زي قبة الشيخ خوجلي وقبة الشيخ حمد وقبة الشيخ عجيب. وتوجد في الخرطوم بحر عدة منتزهات وحدائق زي منتزه عبود العائلي وحديقة النيل الأزرق وحديقة الزوادة وغيرها من المساحات الخضراء والمنتزهات. وكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا ونهاية الجزء الثاني من العاصمة الخرطوم، وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، وشكرا لكم على المتابعة. مع السلامة. Oh,